هذا وأجرى مساء اليوم نادي الإسماعيلي المصري آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة شباب قسنطينة على ملعب الشهيد حملاوي. وعرفت الحصة التدريبية للفريق المصري حضور كامل التعداد، سيما وأن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام فريق لم يخسر لحد الآن في دور الأبطال. من قسنطينة التغطية لشمس الدين تامة. Et on va faire une équipe pour faire bon match ici et surtout parce que nous avons une jeune équipe sans expérience de jouer Ligue des champions d'Afrique. Mais cette situation donne à tout le monde plus de bons joueurs. Uniquement la chance pour avoir le plus d'expérience dans cette compétition. نعم فريق قسنطينة فريق كبير ومع ذلك هو أول مجموعة. قدرنا في أول الماتش اللي احنا نعمل اللي علينا وقدرنا الكوتش يحفظ اللعيبة الحاجات الكويسة ليه والحاجات الضعيفة عندهم. الحمد لله اللعيبة كانت على قدر المسؤولية. أنا شايف من وجهة نظري إن اللعيبة عملت اللي عليها الماتش الأولاني، بس إحنا يعني اتعاقبنا في آخر 30 ثانية وده عقاب كبير جدا نقدر نتعلم منه فيما بعد.